الأسئلة السريعة، كابتن أحمد ناجي دوره في حياتك كان إيجابي ولا كان سلبي؟ لا إيجابي. إيجابي، ساعدك؟ وقف جنبك؟ أثر فيك في طبعًا، حوالي 4 سنين مع بعض أو 5 سنين متواصلين، فرق كتير. أكتر مدرب حراس مرمى في المنتخبات ساعدك كابتن أحمد ناجي؟ يعتبر لأن هو النسبة الأكبر، لأن ما من فترة كابتن زكي عبد الفتاح كمان كان مقتنع بيك أوي. كابتن زكي حبيبي طبعا، شخصيته برضه كويسين. كابتن زكي واكثر الناس مرنت مع كابتن زكي وكابتن احمد ناجي. ليه فضل كابتن ايمن طاهر في الزمالك. طيب بسرعه بقى، هتقول لمين يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش؟ للكورونا. لا ساك من الكورونا. هقول في الكوره. في الكوره ما عندناش وقت كتير عشان تقعد تفكر في الاهلي. يعني انضمامك للاهلي، رجوعك الزمالك، يعني استمرارك في بيراميدز، يعني عندك كذا حاجه. لا يا كابتن، رجوع للمنتخب. رجوعك للمنتخب. من خرج من داره تقل مقداره. من خرج من داره تقل مقداره؟ لا ما مش بيعجبك المثل ولا بيعجبكش؟ لا لا. خالف تعرف، يعجبك ولا ما يعجبكش؟ خالف تعرف يعني خالف تبقى حاجه كويسه يعني؟ خالف يعني تبقى الناس شايفاك يعني. لا لو تمشي ضد التيار يعني. لا مش مع المثل ده برضه. شايف في حد ينطبق عليه المثل ده؟ خالف تعرف؟ انا ليا ناس من صحابي لكن في الكوره. لا 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 في الكوره. خدوهم بالصوت لا يغلبوكوا. لا ما فيش. بيعجبك ولا ما يعجبكش المثل؟ هو اوقات صح اوقات غلط. اوقات صح اوقات مش طول الوقت. يا عم عصفور في الايد ولا 10 على الشجره؟ عصفور في الايد. لا اتعب شويه اخد العشرة اللي على الشجره. تاخد العشرة اللي على الشجره. لما كنتش حارس مرمى كنت هلعب ايه، مدافع ولا مواسط ولا مهاجم؟ مهاجم، بلعب في التقسيمات على طول مهاجم. لما كنتش لعيب كره اصلا كنت هلعب ايه، كره يد ولا طايره ولا سله؟ كره يد ولا طايره ولا سله؟ يد. يد. لو ما لعبتش كوره بقى يعني مش في المجال الرياضي كنت هبقى طيار ولا مطرب ولا رجل اعمال؟ طيار ولا مطرب ولا رجل اعمال؟ لا ممكن رجل اعمال. رجل اعمال. لو كنت لاعب في نادي تاني غير بيراميدز هفضل الاسماعيلي، الزمالك، الاهلي. لو كنت والمصر. لعب لو كنت لعب في لما كنتش في بيراميدز ولا لو مشيت من بيراميدز قدامك الاسماعيلي والزمالك والاهلي والمصري، زودت لك لا كابتن هي دي، انا مش عارف طبعا الظروف هتوديني فين، يعني مفيش حاجه محدده. انا في احتراف طالما خرجت من بورسعيد يبقى مع المبدا اللي انا هدف قدامي اللي انا اخش تحديات جديده في النادي اللي يرغب فيا والنادي اللي مقدر احمد شناوي عايزه معايا يكون معايا. لو بقيت وزير تبقى وزير التموين ولا الشباب والرياضه ولا السياحه؟ الشباب والرياضه. الشباب والرياضه. لو اتعرض عليك بطوله فيلم تحب يبقى فيلم كوميدي ولا اكشن ولا رومانسي؟ كوميدي. كوميدي. انا بحب الضحك. مين النجم تحب تمثل مع عادل امام ولا احمد عز ولا محمد رمضان؟ الاسطوره عادل امام طبعا. الاسطوره عادل امام. حلم اتمنى تحقيقه، المشاركه في المونديال ولا اللعب للاهلي ولا الاحتراف الاوروبي؟ المشاركه في المونديال. افضل انجاز في مسيرتي، مونديال الشباب بكولومبيا، اولمبياد لندن، الدوري مع الزمالك. افضل؟ ده من ثلاثه كويسين. ثلاثه كويسين. احسن حارس مرمى في مصر دلوقتي الشناوي ولا ابو جبل ولا المهدي؟ اجابه واحده. ثلاثة طبعا اجوان كبار واحد. يعني بس حاليا عشان هو بيلعب بقاله فترة محمد الشناوي. محمد الشناوي نورتنا وشرفتنا يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. انا كنت مع حضرتك.